السلام عليكم. وعليكم السلام يا باشا مصطفى. اتفضل. أقولك بالنسبة لزكاة أرض التجارة. طيب. يا قطعة أرض فيها كل فلوسي، فكل سنة يعدي عليها الحول أقدر قيمتها بطلع. أنت ما أنت تاجر أراضي؟ أيوه. طيب كل سنة تقدر بالسعر الذي إذا أعلن بيعت السلعة. يعني افترض هي بمليون ووراه كده. لكن أنا قلت ب 700 ألف جاءني المشترون. اربط الزكاه على ال 700، ان جاء ان كان ما اخرجت ولا فيها في الذمه. معلش معلش ما فيش فلوس تايله في ذمتك الى ما تبيعها كل سنه. ايوه موفق موفق. جزاك الله خير. جزاك الله خير.